اه لانه دايما بيبقى الرئيس في كلامه مع الناس. والنهارده حتى اسفه كان بدايه الكلام مع المخرجه الرائعه ساندرا نشأت كلام عن الاسره، الكلام عن الوالد، عن الام، تقديره للام المصريه، تقديره للمراه المصريه يعني. وهم الحقيقه يعني محل هذا التقدير، واثبتوا نفسهم وبرهنوا على اللي بيقوله الرئيس، ان هم دايما ورا الدوله وفي ظهرها عند اي استحقاق. لما البلد تكون محتاجه انها تطلع لقدام دايما بتكون المرأة المصرية في مقدمة الصفوف. وكل سنة وكل أم أيوة. مصرية بخير، كل سنة صح. وإحنا طيبين جميعا. وتفضل دايما الست هي يعني محرك، مش الدولة، وهي محرك الأسرة وبالتالي محرك الدولة. صح. صح؟ آه صح. أنا عايز أقول لأمي الحاجة سعاد وسنة طيبة أما 21 مارس ده بكره 21، فكل سنه وانت طيبه وان شاء الله عدى عليكي ونعمل شويه حبشتك. انا عاجبني قوي ان انت قلت اسم الام. اه طبعا امي، علشان اللي بيقعد يقول الكلام كده وكده يعني كل سنه وامي طيبه وجدتي وكل امهاتنا وكل جداتنا، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وبسلام ان شاء الله.